من أنت؟ أنا الطبيب الفلاني، أنا المهندس الفلاني، أنا العالم الفلاني، أنا المحامي فلان، أنا التاجر فلان، أنا الصناعي فلان، أنا الأستاذ فلان، وأنا ابن فلان، وأنا من العائلة الفلانية، وأنا من الجنسية الفلانية، وأنا وأنا وأنا، من أنت؟ هل تعلم أن ما من مخلوق في عالم الأرض خلقه الله إلا ويفوقك علما؟ الحوت الأزرق وزنه 150 طنا، أنت ما وزنك؟ أعلم علماء الأرض الذي معه أعلى شهادة في الزلازل لا يمكن أن يتنبأ الزلزال قبل وقوعه ولو بثانية، أما الحمار أكرمكم الله فيتنبأ بالزلازل قبل وقوعه ب25 دقيقة. للكلب حاسة شم تفوق شم الإنسان بمليون ضعف. الصقر يرى 8 أضعاف ما يراه الإنسان. الصقر وهو في علياء السماء يرى السمكة تحت الماء وينقض عليها. هناك حيوانات تبلغ سرعتها 125 كيلومتر في الساعة. هناك حيوانات إذا فسد أحد أسنانها نما مكانه سن جديد. أين هو طب الأسنان؟ هناك حيوان لو قطعت يده لنمت له يد جديدة. هذا فوق طاقة كل البشر. هناك نوع من الديدان لو قسمتها قسمين ينمو برأسها ذنب ولذنبها رأس. يعني ما من صفة مركبة في الإنسان إلا وفي الحيوان ما يزيد عليها. فمن أنت؟ أنت تحت ألطاف الله، أنت في قبضة الله، جسدك وسلامتك بيد الله، زوجتك وأولادك وأهلك ورزقك بيد الله. أنت لا شيء بلا رحمة الله. لو أن نقطة دم كرأس الدبوس تجمدت في أحد شرايين دماغك لفقدت الذاكرة وخبراتك ومعلوماتك. على ماذا تتكبر؟ إن الزيتون إذا ضغطت عليه أخرج أرقى الزيوت، وكذلك الفواكه إذا ضغطت عليها أخرجت أحلى العصائر. فإذا أحسست أن متاعب الدنيا تضغط عليك بهمومها، فاعلم أن الله يريد أن يخرج منك أحلى ما فيك. سلام عليكم.